ليس لنا إلا الله. القذائف تسقط على البيوت منذ 4 أيام. قذائف المدفعية تدك البيوت والطائرات تتبع الأطفال والنساء في الحقول. فقدنا الأمل إلا من الله، ولا نطلب الرجاء إلا من الله. عرف الشعب طريقه وبأن الله هو الوحيد الذي يقف معه، ولا أمل في أحد. سجنا بعد 4 أيام من القصف المتواصل بالمدفعية على البيوت وبدك الطائرات للمنازل.